بداية أسبوع موفقة للجميع، هكا دخلنا لكلنا بليزوند بوزيتيف باش نبعثوا لكم الموجات الإيجابية في إطار الصحة النفسية واليوم العالمي للصحة النفسية. نورمال ما غدرتنا إيمنا وغدرنا حمزة بحدينا دوك التحق بينا دوك كلهم هكا على الصحة النفسية ما شاء الله عليهم. أنت ديجا اليوم سنية دوما تحط الرجل بتغش بيكم هكا اليوم راهو يوم الصحة النفسية. أي ميلا شنو هكا رجعت لنا هكا المود سونيا شوية. يوم الصحة النفسية الاحتفال باليوم العالمي هو جنرال مانجي ما نحتفلوا فيه كل احتفال بأيام العالمية يكون في يوم، أما ديما نورمال مونسونيا يكون على مدار أسبوع يتم الاحتفال بالأيام هذه. أهمية الصحة النفسية في حياة الفرد اللي بدورها باش تنعكس على المجتمع. أما عطينا سونيا خنقولوا شنو هو علم الصحة النفسية والأهمية متاعه، خاطر جنرال مون يسمع الصحة النفسية شنو هي الصحة النفسية؟ الصحة النفسية هو الإحساس الإنسان بالرفاه النفسي، يعني يكون مرتاح ما عنده حتى شيء مقلقه، وخاصة كون هو عنده الآليات اللي نجم يتأقلم بها في مجتمع مهما كان نوعية المجتمع اللي هو فيه، وعنده ما يسمى من عبر عنه بالمصطلح الفرنسي اللي ميكانيزم ديفونس، آليات حماية الذات اللي هو نوع من جهاز المناعة النفسية دونك، واللي هو لا يقل أهمية على الصحة الجسدية. لو ولا يمكن تتخ بالعكس، على قد ما الصحة النفسية متاعنا تكون معناها في أحسن الأحوال متاعها على قد ما الصحة الجسدية متاعنا تتأثر بالصحة النفسية، على قد ما صحتنا النفسية تكون متدهورة على قد ما ينعكس بطريقة مباشرة ويكون انعكاسها جدي على الصحة الجسدية. معناها ساعات نحن نمشيو للطبيب على أساس عنا قلق عنا وجع، سكونابيل بالمصطلح الفرنسي لي سيمتوم بسيكوسوماتيك، معناها نحسوا بالحق الآلام ونحسوا معناها برشا أعراض جسدية، ولكن اللي قاعد يندق معناها ليليمون ديكلونشور نحن نقولوا العنصر اللي قاعد يأثر هو الصحة النفسية. معناها تلقى نفسني متقلق فهذي يصير عليه انعكاس على صحتنا الجسدية. ولا الصحة النفسية هل أنها سونيا هي مواجهة الأزمات المختلفة اللي تتعرضونها في حياتنا؟ إذا كان عرفنا كيفاش نواجهها وقتها نقولوا احنا صرنا صحتنا النفسية سوية، مش كان الأزمات دونك إضافة على ذلك مريم هي حتى مواجهة الضغوطات اليومية دونك نبدأ بالضغوطات. الضغوطات في التراكمات متاع الضغوطات نجم تتخلق أزمات وهكذا دواليك. على علاش قلت لك أنا فما حاجة اسمها آليات حماية الذات اللي هي جهاز المناعة تاع الصحة النفسية. على قد ما عندك آليات تنجم تستعملهم لمواجهة أو التكيف مع هذه الضغوطات والأزمات، على قد ما تكون تحقق الرفاهية النفسية، على قد ما يكون ناقص وإلا ما نعرفوش كيفاش نوظفوهم هذوما آليات حماية الذات قدام الضغوطات والأزمات اللي تعترضنا في حياتنا، على قد ما تنجم نكون تقل الرفاهية النفسية وندخلوا في الحالات حتى المرضية. فوالا نوصلوا للحالات المرضيه. علم الصحه النفسيه بيان سور عنده اهميه قصوى احنا نقولوا التاثيرات نتاعو على المجتمع. هنا كيفاش نجموا نحكيوا على الاهميه نتاع الصحه النفسيه في الحياه نتاعنا؟ سورتو احنا قلنا هي الصحه النفسيه عندها انعكاس كبير على الصحه الجسديه نتاعنا، هي اللي تساهم اللي كون صحتنا الجسديه تكون على احسن ما يرام. اي دونك اليوم باش نجموا نحنا نعزوا فكره اهميه الصحه النفسيه وقت اللي تعمل معناها نظرة شاملة لخصوصية المجتمع اللي انت تعيش فيه. مش معناها وقت اللي تلقى الظواهر الاجتماعية اللي توا ديرنييرمون مزلنا كي كنا نتعداو بأمواج كبيرة من الظواهر الاجتماعية، كيف الهجرة الغير النظامية، كيف محاولات الانتحار، كيف عدد الانتحارات، كيف عدد التحرش بأنواعه، الإدمان كيف بأنواعه. اليوم تقول اللي قاعد يلز الإنسان للظواهر هذية ما تنجمش تكون عوامل جسدية، بل ما تنجم تكون كان عوامل نفسية. وعلى قد ما تكبر الظواهر هذية والنسب متاعها تتفاقم، على قد ما يلزمنا نخمو جديا على تطوير الفكرة معناها للكشف على الصحة النفسية والالتجاء إلى أهل الاختصاص، خاصة على خاطر نجمو كي من معناها نغوصوا بتاتخ في أشياء اللي هي تمس الصحة النفسية بامتياز، وكي تكون تمشي للشخص اللي هو الغير مناسب ينجم يزيد يعكر
الصحة النفسية هذه وينجم لقدر الله ملي تكون ظواهر نفسية سلوكية نتعداو ظواهر نفسية مرضية اللي هو سكون أبيل لي مالادي بسيكولوجيك ولا لي مالادي بسيكياتريك اللي هو كل ما عنده علاقة بالأمراض النفسية لي باثولوجي لورد سورتو الأمراض النفسية العميقة اللي من بينها نلقاو الاكتئاب الشديد نلقاو الرهاب نلقاو القلق الشديد نلقاو برشا أمراض أخرى زادة كيف الزهايمر كيف برشا أنواع من الأمراض النفسية اللي ما هي نفسية جستمو ويقع انعكاسها على الجسد جستمو. هذه هو ديما التوجه لأهل الاختصاص خطر احنا جنرالمو حتى نبدأ نحكيه بالليتارم متاعنا احنا في سيلة نقول العبد هذيك تخل في ديبخيسيون من غير ما يعرفوا اسكو تخل في ديبخيسيون وإلا ليه العالم يعيش في حزن وإلا اكتئاب بين ظفرين كبير نظرا للضغط النفسي اللي قاعدين يعيش فيه النسق السريع متاع الحياة اللي قاعدين نعيشوا فيها زي في بوست تروماتيك متاع الكوفيد également تأثيرات ما بعد الصدمة اللي الكوفيد غيرت مسار الصحة النفسية للأشخاص بيكو حاجة جديدة عشناها وتعايشنا معها لأنه تعايشنا معها وإلا تجاوزناها الأزمات اللي كنت تحكي عليهم قبيلة مريم دونك نحن معناها مجتمع كامل كعالم كامل بمختلف أطيافه بمختلف ثقافاته بمختلف البلدان متاعه دونك كن واجهنا حاجة كومون معناها مشتركة اللي هو هالفيروس هذلك ما كانت عليه معنا عليه حتى فكرة حتى آليات الوقائية ما كانتش من الأول عنا عليها فكرة حتى لكش الحمد لله اليوم تجاوزناها ولكن صحيح تجاوزنا الفيروس ولكن الضغوطات النفسية وتأثيرات الفيروس هذية نفسانيا ما زلت لليوم متواجدة عند برشا أشخاص مفاهيم ممكن تختلط سونيا الصحة النفسية الصحة العقلية هل أنه هي نفسها بين الصحة النفسية والصحة العقلية قولك أنا مرتاح مخي مرتاح هل أنه وقتها ينجم يحقق الراحة النفسية متاعه هل أنه مفاهيم تمشي بالتوازي وإلا كل حاجة وعندها المفهوم متاعها هو للأمانة هما كلهم يمشيوا لنفس الهدف اللي هي الصحة الشاملة من الصحة الشاملة تلقى معناها الصحة الجسدية اللي فيها الصحة العقلية وتلقى الصحة النفسية الصحة العقلية اللي هو كل ما عنده علاقة بالدماغ ووظائف الدماغ دونك اللي نحن ساعات نقوله عن الزهايمر بار اكزامبل الزهايمر فيه الجانب من الصحة العقلية وفيه جانب من الصحة النفسية يعني طريقة التعاهد بهذا المرض تكون عن طريقة الصحة النفسية بينك هو مرض يتبع الصحة العقلية كل ما عنده علاقة بالأمراض اللي تمس الخلايا الدماغية نسميها الصحة العقلية ولكن تداعيات هذه الأمراض تكون نفسية بحتة فوقتها نحكيه على الصحة النفسية ولا هذه هو احنا حاولنا هكا نعطيهم لمحة ونعرفو لهم ونحطوا المفاهيم في إطارها باش بعد بشوية سونيا الأخصائية والمعالجة النفسية نحكي لهم شنو هو الهدف الرئيسي من الصحة النفسية شنو هو اللي باش يحقق للشخص إذا كانت صحته النفسية سوية وبعد نعرفوا احنا سورتو إذا كان أثرت على الفرد رأي انعكاستها باش تكون إيجابية برشا على الأفراد باش ندخلوا زادة في إطار كون الكوفيد وتأثيراتها شنو هو المعايير اللي انتم كأخصائيين نفسيين وزادة كأطباء نفسيين وشو ما المعايير اللي ياخذوهم باش يحدوا الصحة النفسية سوية وإلا ليه مرحبا بتليفوناتكم الكل على 70-35-120 وإلا 77-288-289 ناخذوا أكثر تفاصيل من عندكم إذا كانوا انتوما تهتموا بصحتكم النفسية هل أنه تتوجهوا للبسيكولوج وإلا ليه خاصة وإلا تستحقوا باش تتوجهوا ما تقعدوش تستناولين يتفاقم الوضع متاع الصحة النفسية هذا اللي نحبوا نعرفوه بأكثر تفاصيل معاكم زادة تداعيات كورونا شنو كانت عليكم انتوما وتأثيراتها لأنه قاعدة تأثر عليكم مرحبا بتليفوناتكم على 70-35-120